السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي بمحاولاته طهي أطباق عراقية. عشرات الآلاف من المشاهدات يحققها بعد نشره لهذه الفيديوهات على صفحته في التويتر. شيف شاهين العراقي الذي يسكن في لندن استغل هذه الروح التي لدى السفير وتحداه لطبخ القيمة، وليست أي قيمة، إنما القيمة النجفية المعروفة بصعوبتها. شاهدوا معي. يا بيت شوكم، هذا الستوري موجه لسعادة السفير البريطاني ستيفن هيكي بالعراق. سعادة السفير، ده أشوفك تسوي دولمة وخبز وكباب. هاليوم أنا جايب لك تحدي، أنا ببريطانيا سويت جدر قيمة جبار، أريدك أنت بالعراق تسوي جدر قيمة على الطريقة النجفية من هذا المرتب. أوكي؟ ها، ولا تنسى من تخلي فوقها طن ملح، مهم هاي كلش. اعتبر هذا تحدي وانتظرك أنا في مال. السفير البريطاني وافق على هذا التحدي ونشر فيديو على حسابه في انستغرام. نستمع ماذا قال. ما عجب بفيديو حت الطبخ مالتك، وفرحان بتحدي الطبخ الكيمة، راح احاول اسويها بطريقتك واحكي لك اللي يصير بعدين، ادعي لي. وبالفعل قام السفير بطبخ القيمة النجفية وكسب التحدي، ولم يمهل الشيف شاهين فرصة للتغلب عليه. لنشاهد اللحظة الحاسمة. مرحبا، اليوم أنا راح أحاول أن أطبخ القيمة بعد تحدي من شيف شاهين. خلينا نبدأ. أنا راح أجرب. طيب، هاي علامة الجودة يا شيف شاهين. اللحظة الحاسمة. قيمة السفير شهدت تفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات كثيرة، منها تغريدة لأسعد إسماعيل كتب فيها: والله مبين عالوش الصدق، شكلها ضابطها مو أول مرة يسويها، هسه يطلع أصلا من الكوفة. أما ابتسام فقالت: دادا والله داهية هذا السفير، ما خلى شيء ما سواه، هنيال مرته، بس ايش قد عنده خلق وواهس، أتمنى عندي ربعة. آخر تغريدة من علي صبحي: هو هذا شغل السفير بالضبط، يتقرب من ثقافات الشعب ويتعلم لغتهم ويكون قريب من جوهم، عاشت إيده والله زين يسويه.